الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. كلمة سيد الرئيس، يا سيد الرئيس رضنا بعين الرحمة، رأي الناس تعبت، راو حينا ما طالبنا، حينا باش ناخذ رقصنا عامين ونص، حينا المطالب نورمال موكي تحير شهيرين وتهبط لك رقص اخر واحد عندنا 17 سنة، حينا قعدوا الدوسيات عامين ونص، عندنا الدوسيات قعدوا عامين ونص. يا سيد رئيس الدولة ارفع المظلمة على الشوفرة، ارفع المظلمة على الشوفرة، ارفع المظلمة على الشوفرة. المطالب بتاعنا رانا الناس كبرنا وفدينا ومالي التاكسيات تخدم فينا في 14 ساعة، ما حبوش يفكوا علينا حتى 8 سوايع ل 14 ساعة نخلصوا فيها في 17000 و 20000. اندرا في تونس ال 20000 تقضي ولا ما تقضيش؟ هذه أول حاجة. ثاني حاجة جينا على حقنا باش يعطيونا حقنا على الأقل، باش واحد يحسن معيشته، باش واحد يحسن معيشته يعطينا الرخص بتاعنا من حقنا. عندنا 17 و 18 سنة و 20 سنة، عندنا شوية معناتها شوية 20 سنة خدمة، تجري في الكياس 20 سنة خدمة، أنت كي تسوق ساعتين في النهار تدوخ ترقد، تحسوا بينا كان احنا فهمتي سواق كبرنا. أنا عندي من 2005 ومن 2002 نسوق من غير بطاقة مهنية، من 2002 أنا نجري في الكياس من 2002 وعندي شويات، لكن أفرضوني من 2005 17 سنة عندي، أنا وصلت توا عمري 55 سنة. إيه معناتها كباركم أنتم تهنتلوهم وفي عقاب أعمارهم، كي إنسان يكبر بايك تهنتلو هو كي يكبر يزمك تكرمه، خاطر هزيت الناس كل. أنا ما فماش واحد ما هزيتوش في الدنيا هذه في التاكسي، ما فماش واحد ما هزيتوش ووصلت له بلاصه أنت ولا ذكر. هذيك كفوية معناتها، هذيك كفوية نقعد أنا فهمتي ولا 18 سنة ما تعطيونيش حقي؟ هذا الانتريت بتاعي معناتها باش ترتحوني. انتوما في تونس الكبار بتاعكم تهنتلوهم تشلكوهم. والله المطالب الأولادي كلك شوف كيفاش العصابة تحب على الرخص، عندهم عامين من اللي عملوا تحيين، ثم اللي عنده 20 سنة، ثم اللي عنده 17 سنة. بالله هذا مساج للرئيس الدولة، خلينا من الوالي وخلينا من النقابات وخلينا من الواحد، يا لندرا شوفر في تونس يعنوك ولا ما يعنوكش؟ راهي ثم ناس ما عندهاش باش تلقى صغيره دخل، راهي ثم ناس ساكنه في كراجات ويمشوا وشوفوا وصوروا معنا، رانا تعبنا وراهو ما عادش وقت اخذ اللعبات، اخذ واحد يمشي بالعكاكس وقت الشيف معناها ناس على قدها. ولهذا مساج للسيد الرئيس، وقال الشعب يريد، الشعب يريد اعطيه نتاعو، راهو الناس مش مضبوط بشر، راهي الناس ماشي خالطه، يصور في 17000 وفي 20000، ثم اللي يمشي يخدم في خدم ما نسميهاش باش يكمل باش يقري صغار. ولهذا السيد الرئيس ماذا بيه يشوف لنا حل، تعجيل في اسناد الرخص، تعجيل في اسناد الرخص، قاعدين يوعدوا فيهم دستور نتاع دوله في جماعتين تخدم باك 7000 واحد و300 مطلب حيروا فيهم في 3 سنين، كان ما يعنوهمش يقولوا ما دايرك ما تعنونيش وما ثمش رخص، خلي العباد يمشي يشوف حل الحياه. ثم اللي عندنا 20 سنه، ثم 22 سنه، وثم 16 سنه، وعندنا زملائنا زاد 13 سنه، اذا كان ما تعطيهمش ما تعطيناش مثلا، اذا كان ما تشوفهمش الدور توا وقتاش مش ياخذوا؟ بالنسبه للوقفه الاحتجاجيه هذيا انا مش نصعدوا. بالنسبه للاولاد دخلوا للسيد الوالي قال لهم امشيوا للغرفه هي اللي تعاونكم، نحن السلطه هي اللي تعطي الرخص ماهيش النقابه تعطي الرخص. بالنسبه للسيد الوالي وعدنا قبل صيف عامنا والقرن في الصيف تاخذوا نتاعكم وما صارش منه حد شيء، عباد تعبت، عباد فدت. نحن نطلب حاجه واحده، انهم يراسلوا الوزاره يشوفوا لنا حل. ما يهمنيش انا في اريانه في سوسه في انا نحكي على ولادي، نحن حاجتنا بحقوق، ما ناش جاي نطلبوا، راه نحن رانا حقوقنا تعبونا ما وفاش بوعوده. يخرج للناس كما قال في اذاعه في القروان، قال بعد في الصيف تاخذوا نتاعكم، في الصيف ما عطاناش نتاعنا، يخرج يعتذر الساعه للعباد. ثم عباد شرات كراهب، ثم عباد مرضت، ثم عباد شرات كراهب وفي الوقت نتاعها وبعتها بالخساره. بالنسبه للغرفه يضربوا على مال المول، ما يهمهمش في الشوفير، ما يهمهمش في الشوفير. باش تقول لي امبوتياج، ما يهمنيش في الامبوتياج، باش تقول لي تصليح مش كل يوم من الصلح، باش تقول لي ناس ما خلصتش كراهبه، خلصت كراهبه. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.